وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم على قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. أنا راجل محاضر معتمد دولي في مادة الـ IWCF والكنترول والـ IEDC والشارب. كمان أنا راجل معتمد دولي في مادة الـ IEDC مود انجينيرينج للبيزك والأدفانسد مود سكول. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده، احنا خلال فترة الحجر الصحي اللي كل الناس قاعدة فيها والعالم تقريبا متوقف، فاحنا قررنا ان احنا ندرس مع بعض ونراجع شوية موضوعات، لكن اتفقنا ان هي هتكون من خلال دراستنا للحفر ومواد الحفر بشكل مختلف. فقررنا ان احنا اول ان فقررنا ان احنا ان شاء الله نقتحمها بشكل من الاوبريشن دايركت. فخدنا كيس استادي على بير، قلنا ان احنا نقسمه على 3 فيديو او 3 فيديوهات، والتلاتة لازم تاخدهم ورا بعض، يعني ما ينفعش تبدأ بالتالت قبل التاني ولا كذا، لا لازم تاخد رقم 1 بعدها رقم 2 بعدها إن شاء الله رقم 3. طيب، حاجة مهمة أوي، الفيديو النهاردة رقم 3. كنا اتكلمنا عن إن المرة اللي فاتت إن إحنا حفرنا سيكشن الـ 12 وربع، وحطينا بعد كده نزلنا عملنا الكيسنج والأسمنت بتاعه، وكنا خلاص انتهينا من النقطة ديت وحطينا الكيسنج وقفلنا وقطعنا الكيسنج بتاعتنا وحطينا التيوبنج هيد سبول على الويل هيد. طيب، هنيجي النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى على السيكونس، وهو إن إحنا هنحفر سيكشن 8.5 انش. السكشن بتاعنا اللي هو 8.5 او 8.5، فهنحفره وبعد كده هنحط لاينر. فالنهارده الجوب بتاعنا هيبقى مختلف شويه ان شاء الله من الكلام. طيب، اول حاجه بناء على ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت في الاوبريشن، احنا كنا اتكلمنا على ايه؟ ان احنا عملنا تيست، رفعنا التيومنج هيد سبوله، وبالتالي كده احنا خلصنا حطينا الكيسنج والاسمنت وبعدين حطينا التيومنج هيد سبول، وبالتالي احنا خلصنا سكشن ال 12 اوروبا. اول حاجه بعد ما بتحط التيومنج هيد سبول هترفع البي او بي تاني، تمام؟ فهتيجي انت حاطط حضرتك البي او بي مره ثانيه ترفعه وبعدين تعمل له تيست للبي او بي، واتفقنا ان احنا بنجيب حاجه اسمها تيست بلاج وبنحطها بتبقى بايته في قلب الويل هيد بتاعنا اللي هو التيومنج هيد سبول، بحيث ان هي بتقدر ترفع عليها بريشر اللي انت عايزه كلاته. طيب، مهم قوي انت بتعمل تيست للبي او بي تاخد بالك من حاجه، التيست بلاج دي بيبقى لها سيل ولها سايز ولها كل حاجه، لازم تاخد في اعتبارك ان السايز بتاع التيست بلاج هنا لازم يكون على حسب التيوبنج هيد سبول اللي انت بتستعمله، لكن ما ينفعش تستعمل نفس اللي انت استعملته في البرادن هيد. يبقى اول حاجه هتقابلك هنا ان انت لازم تاخد بالك ان التيست بلاج سايز وطيب، وتوفر لها بقى انواع السيلات اللي هي موجوده، الحاجات دي كلها تطلبها من الماتيريال بتاعتك. طيب، عملنا تيست البي او بي والدنيا تمام، فهو بعد ما غيرنا الرامات والدنيا تمام، هنبدا بعد كده ايه؟ نحط تاني الوير بوشنج بتاعتنا. وبرده تاخد بالك في حاجه، الوير بوشنج دي بتنزل بالتيست بلاج، يعني ما بتترميش من فوق، بتنزل عن طريق تيست بلاج، فبتجمع تيست بلاج على الوير بوشنج مع ماسوره ولا دريل كولر، وتنزلها في مكانها في تيوبنج هيد سبول لها مكان، وبعدين تربط لك مسامير او مسمارين من مسامير الغفير اللي هي اللي بنسميها اللوك داون سكرو عشان ما تهربش منك، وبعد كده تفك الايه التيست بلاج وتطلع بيها بره خالص. طيب، حاجه في غايه الاهميه برضو، يبقى انت لازم تبقى عارف، تبقى محضر معاك الوير بوشنج ومحضر معاك التيست بلاج عشان التيست بتاعك. طيب، هنبدأ بعد كده لو انت عندك حاجة باقية من البي اتش بتاع ال 12 وربع، كان موجود عندنا مثلا 12 فرد تعمود من اللي هو 8 وربع، انت خلاص مش هتستعملهم خالص لاخر البير، فبتعمل لهم لي داون قبل ما تجمع البي اتش اي الجديد. طيب، خلينا بقى نجمع البي اتش اي الجديد اهو، هنجمع البي اتش اي اللي هو 8.5 بتاعنا بوتوم هول اسمبلي. وهنا لازم تفهم ان احنا هنبدأ نعمل شغل دايركشنال وورك في 8.5، حتى ايفن لو انت شغال فيرتيكال. ليه؟ لان انت دلوقتي تحت ممكن الزاويه تهرب منك يمين او شمال، ما تبقاش عارف، صح كده؟ فبنبدا نبني السكشن، سواء اذا كنت هتعمل له هولد او اذا كنت هتعمل له بيلد او اذا كنت هتعمل له دروب، ايا يكن لازم بتستعمل يا اما ار اس اس يا اما الموتور، وتشوف بقى التول فيس بتاعتك هتوجهها ازاي او تظبطها ازاي او ايا يكن. تمام، احنا هنا بقى عشان الفورميشن بتاعتنا هارد، فاستعملنا تكنيك جديد بيسموه موتورايزد ار اس اس او موتورايزد روتري ستيرابل سيستم. عباره عن ايه الموتورايزد ار اس اس ده؟ عباره ان انت بتنزل بيه الباور درايف، او اذا كان الروتري ستيرابل سيستم بتاعك، اذا كان مثلا شركه لامبرجير بيبقى حاسبه باور درايف، اذا كان شركه اسمها ايه بيكر هيوز بيبقى حاجه اسمها اوتو تراك، اذا كان سبيري سان مثلا بيبقى حاجه اسمها جيو بايلوت، يعني كل شركه بالمسمى بتاعها، واخد بالك؟ فبتعمل ميك اب لل 8.5 بوتوم هول اسمبلي زي ما انت هتشوف دلوقتي بيتعمل ازاي. اول حاجه بتنزل بالدقاق بتاعك اهو، الدقاق بتاعك، وتبقى قبل ما تنزل بالدقاق بتركب له النوزلز بتاعتك. بناء على ايه النوزلز دي؟ بناء ان انت بتعمل قبلها حاجه اسمها هيدروليك ران،
الهيدروليك رن ديت بتعمل انت في الهيدروليك رن ديت بتشوف النوزلز بتاعتك مثلا اللي انت هتستعملها. والله لو هتستعمل مثلا 7 في 11 مثلا، يعني اللي هي 7 نوزل في 11 الاستاذ بتاعها 11، اذا كنت مثلا هتعملها اكتر شويه مثلا 7 في 13، 7 في 12، 7 في 15، يعني على حسب عدد النوزلز اللي موجوده عندك وعلى حسب السايز اللي تعملها، وتشوف الماكسيمم بريشر بتاعك اللي ايه اللي هو اللي هيبقى مفقود قد ايه او اللي هتستعمله قد ايه، بحيث ان انت برضه ما ياثرش عندك على البامب بتاعك ولا يعمل لك اي مشكله. ماشي، فانت بتعمل ايه هيدروليك ران دي في البدايه. بعد كده بناخد معاك الاوتو تراك بتاعك، او عشان هي كانت طبعا شركه بيكر هيوز اللي شغاله معانا، فبناخد وراها على طول ايه الار اس اس سيستم بتاعنا بنركبه فيها على طول. وطبعا تاخد في بالك في نقطه مهمه قوي، ان هي الفرق هنا بيبقى فيه دايما كروس اوفرات كتير قوي. ليه بقى؟ لان السنان مختلفه. انت مثلا عندك هنا 8 ونص، ده عباره عن 6 5 سنان ريجولار السن بتاعه. الاوتو تراك مثلا في حاجه اسمها اتش اكس اف، يعني سن مختلف، فبتلاقي في كروس اوفرات كتير. طبعا بيبقى مهندلين بتاع البيكر هيوز هم اللي بيهندلوا النقطه ديت، او بتاع شركه السيرفيس هي اللي بتهندل الكلام. بعد كده اهو قلنا على طول بتركب وراها على طول الموتورايزد الموتور بتاعك. الموتور هنا زي ما ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل في شغل الدايركشنال وورد. الموتور هنا بيبقى ليه حاجه اسمها لوب، واللوب بيرسنت، يعني مثلا يقول لك والله انت الموتور هنا مثلا بالذات نوعيه التيربو دريل اللي احنا بنحفر بيها بيبقى في حاجه اسمها روتور وحاجه اسمها ستيتور، فبيبقى في نسبه عشان تشوف التورك بتاعك. يقول لك والله اللوبز مثلا بتاعتك 5 ل 6، 6 ل 7، يا ترى هي مثلا لو سبيد وهاي تورك، يا ترى هي لو تورك وهاي سبيد، يعني الديبند على حاجه اسمها ار بي جي او ريفوليوشن بير جالون. فالموتور ليه سبيكس معينه او سبيسيفيكيشنز معينه لازم تاخد بالك برضو منها، وده برضو اللي بيوفرها لك شركه بيكر. طيب احنا ليه بناخد الاثنين مع بعض؟ ما ممكن انا استخدم ده او استخدم ده، بس انت ليه بتستخدم الاثنين؟ يقول لك يا سيدي انت في عندك مشكله هتاخدها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الدريلنج بروبلمز اسمها ستيك اند سليب. ستيك اند سليب ايه دي فكرتها باختصار شديد؟ باختصار شديد ان انت عندك الموتور تحت بيبقى والار اس اس تحت بيبقى ليه سرعه، ليه سرعه ار بي ام معين، ومن فوق التوب درايف ليه سرعه ثانيه. فالتوب درايف بيدي سرعه من فوق والفورميشن هارد قوي تحت، فتلاقي ايه اللي بيحصل؟ فتلاقي الار اس اس يخزن عندك التورك ويجي عامل ريليز مره واحده، يخزن تورك ويعمل ريليز مره واحده، فتلاقي التورك بيعلى للماكسيموم ويرجع للصفر، يعلى للماكسيموم ويرجع للصفر. فطبعا ده بيسبب فتيج للماتيريال وممكن يسبب لك الدنيا تبوظ. طيب تحل المشكله دي ازاي؟ هاو تو ميتيجيت ذا ذا بروبلم اوف ذا فايبريشن، او اللي هي التورشنال فايبريشن او الروتيشنال فايبريشن اللي هي بنسميها ستيك اند سليب. انت ممكن تضيف لوبريكانت او تخلي السوليدز اقل ما يمكن في الطفله، ده طبعا بجانب الطفله. ممكن برضو تستخدم حاجه اسمها تزود الار بي ام بتاعتك عن طريق ان انت ممكن تستخدم ريمر، تستخدم ربي موتور. اوكي، دي حاجه استخدامك للموتور بيزود الار بي ام بتاعتك، فبالتالي بيساعدك كتير جدا ان انت تخلص من السكند سليب. كمان ممكن تقلل الويتم بت، وده هيساعدك كتير برضو ان انت تقلل السكند سليب. كمان ممكن يعني اد موتور، او انت تحط رولر ريمر هيساعدك كتير برضو في الموضوع. يبقى انت يا اما تحط الريمر، يا اما تحط موتور، يا اما تحط الحاجات دي كلها، او تقلل عدد الاستابلايزرات اللي موجوده عندك في الدريل سترنج. طيب تمام. طيب هنا بقى استخدمنا بعدها سترنج استابلايزر اهو 6 3 4، وبعدين ام دبليو دي. طبعا ام دبليو دي عشان تعمل السيرفي بتاعتك، ده حاجه في مجال الاهميه عشان تبقى عارف انت رايح فين، الازموس بتاعك فين، الانكلينيشن فين، الكلام ده كلاته. بعدين بقى بتحط ايه الدريل كولرز بتاعتك، ثم بتحط الجار. واتفقنا ان اي جار لازم يتحط ما بين اتنين دريل كولرز. ليه؟ علشان الامباكت فورس بتاعته لما بيجي يضرب او الجارنج فورس بتاعته تبقى ما تردش في الدريل سترنج، تعمل لك مشكله او ممكن تسبب فتيج او تسبب اي حاجه للسن بتاعك للكومبوننت بتاعتك. فبالتالي احنا بنحط الجار دايما ما بين اتنين دريل كولر، سواء فوق او تحت لازم يكون ما بين اتنين دريل كولر. ايفن حتى لو انا بستخدم تاندم جار، يعني اتنين جار، لازم برضه احط دريل كولر ما بين الاتنين. اوكي، الحاله الوحيده اللي انا بستثني منها الدريل كولر هي لو انا بحفر هوريزونتال، لان طبعا بيبقى الدريل كولر فيري تاف، فبيبقى صعب جدا ان انت تبني بيه زاويه او تعمل اي حاجه. ففي الحاله دي بزود شويه في وزن الهيفي ويت دريل بايب او في عددها، وبالتالي بقدر احط الجار ما بين اثنين هيفي ويت دريل بايب، لكن ما ينفعش احطه ما بين اثنين دريل. تمام كده يا جماعه. طيب كده احنا جمعنا البي اتش اي بتاعنا اهو، طبعا حاجه مهمه لغايه الاهميه. هتنزل بقى بالبي اتش اي بتاعتك لحد ما تتيج على الاسمنت بتاعك، او تنزل لحد الشو، اول حاجه تنزل لحد الشو. وبعد كده لو انت مثلا شفت ان التان مايلز بتاعتك اللي على الحبل بتاعك او على الكيبل او الدريلنج كيبل التان مايلز عاليه
او قربت انها تنتهي يعني للحد بتاعتك، فلازم تعمل حاجه اسمها سليب اند كات. سليب اند كات ده ان انت بتعوض الحبل المتاكل او الحبل المجهد بحبل جديد، بس الكلام ده لازم يكون عند الكيسنج شو. اوكي، بعد كده كونتينيو راننج لحد ما تتيج اهو زي ما قلت لك على الفلوت كولر. بعد كده تعمل دريل اوت للاسمنت، سيمنت بلاج والفلوت كولر والسيمنت بتاعتك. طبعا بتعمل بيئه الحفر زي ما اتفقنا في الحاجات دي، لازم تكون الار بي ام بتاعتك قليله، ماكسيموم 80 ار بي ام، الويتم بيت من 5 ل 10، والجي بي ام بتاعتك بيبقى ذا ماكسيموم جي بي ام انت تقدر تحطها. تمام. بعدين بعد ما تحفرهم بتعمل بريشر تيست، تتاكد ان الكيسنج تمام، لان مثلا ممكن عند الفلوت كولر يليك او يحصل اي حاجه فتبوظ الدنيا منك، فلازم يبقى تعمل بريشر تيست على 9 و5 8 كيسنج لحد 1500 بي اس اي، وتقف عليها مده ربع ساعه، فلو هي هولد اتس اوكي جو اهيد للخطوه اللي بعدها وكمل حفر. اوكي، بتكمل حفر زي ما اتفقنا، بيبقى 25 قدم فوق الشو. بعد كده بتحفر ال 25 قدم وبتحفر الشو بتاعتك، وبتحفر كمان جوه الشو كمان بلس اور ماينس من 10 قدم لحد 25 قدم، وتعمل تيست للاف اي تي بتاعتك. تعمل بعد كده بي اي تي تيست، طبعا تعمل كونديشننج للهول، بتنضف الاسمنت كله اللي جوه والحاجه، وتخلي المادويت ان المادويت اوت، ثم بتعمل الاف اي تي. طبعا الصوره ديت بتعبر لك اسمها ايه، نوزل جيتش. حضرتك دلوقتي لما اجي اقول لك ايه والله النوزل بتاعتي دي كام، او مثلا اوبن او اوبن جيت او ده مفتوح او غيره، اعرفها ازاي؟ بص حضرتك ده مقاس ديت اللي هي السميث بيت مثلا، بتلاقي البتاعه دي المسطره دي حضرتك بتحطها كده جوه النوزل، فبيديك قرايه. القرايه ديت تقسمها على بالنسبه للانش، هو مكتوب على 32، يبقى حضرتك هنا النوزل بتاعتك دي مثلا بقول لك ايه، بقول لك مثلا 7 في 11، المقصود 7 في 11 على 32، 7 في 14 يعني 7 في 14 على 32، ده المقاس بتاع النوزل بتاعتك ديت المسطره بتاعتك. طيب نرجع لمرجعنا تاني، وهو ان انت دلوقتي هتعمل ايه، هتعمل بيرفورم للاف اي تي، وزي ما اتفقنا انت بتعمله يا اما بالريك بامب يا اما بالسيمنت بامب، ولكن يفضل السيمنت بامب لان انت بتضخه زي ما اتفقنا من ربع لنص برميل بارل بير مينيت، فبالتالي ده فيري لو سايز فيري لو فوليوم، فبتحتاج البامب تكون صغيره شويه، او البامب يعني قصدي تكون زي السيمنت بامب او حاجه كده. تمام. طيب بريشر تيست برضه هتعمله بقى ال 1500 قبلها، هتعمل الاف اي تي بتاعتك بقى. الاف اي تي واتفقنا ان انت بتاخد القرايات بتاعتك منين؟ من السواك وبانل، يعني تشوف الكيسنج بريشر بتاعتك اول ما يقرا، يبقى هو القرايه دي بتاعتك دي اللي انت المفروض ما تزيدش عن الكيلو بتاعتك، سواء اف اي تي او بي اي تي لازم تعملها. طيب ايه الفرق بينها وبين الليك اوف تيست؟ الليك اوف تيست يا جماعه احنا عملناه المره اللي فاتت، احنا ما كناش لسه عارفين اقصى مضويت احنا نستخدمه كام، خلاص؟ انما ده البير ده عشان المنطقه دي احنا عارفينها كويس وحفرنا كذا بير هنا، فاحنا عارفين احنا ما بنزودش مضويت عن مثلا وليكن 11.5، ما بنزودش عن 11.5 بي بي جي، فبالتالي احنا بنعمل الاف اي تي بتاعتك عند 11.5، بترجمها لبريشر على السيرفيس، بتقول والله ال 11.5 بتساوي 8.7 او 8.7 مالتبلايد باي الدلتا بي اللي انت ما تعرفهاش، على مقسوم على 0.052 مضروبه في ترو فيرتيكال ديبس عند الشو، وبالتالي تمكنك ان انت تجيب البريشر بتاعك اللي فوق، وده اقصى قيمه للبريشر تقراها على الكيسنج بريشر عندك فوق، واللي اللي بنسميها حتى الماس بتاعي بيساوي كام. بقول والله الماس بتاعي عند الـ عند المضويت ده بيساوي القيمه دي، خلاص؟ فبالتالي طبعا الماس ده بيتغير بتغير المضويت اللي انا بستخدمه، خلاص؟ لكن انا بقول يا جماعه ان اقصى مثلا المضويت هستخدمه في السكشن ده هو الرقم ده، فبالتالي بترجمها لبريشر وابص عليها من ناحيه الكيسنج على السواكو بانل، وزي ما قلت لك بتبقى في غايه الاهميه. بعد كده بيحصل ايه؟ تمام، بعمل بليد للكلام ده، بكونتينيو دريلنج ل 8.5 لحد دبس معين بيبقى مثلا متفق عليه، وبعد كده يقول لك بعد الدبس ده يطلع وايبر تريب، او على حسب مثلا يكتب لك كده، يقول لك في البرنامج عند الدبس الفلاني اطلع وايبر تريب، او اطلع للسيرفيس، او كمل انتل ذا بيت ضل. يعني ايه ذا بيت ضل؟ يعني لحد ما الدقاق ما يبوظ، خلاص مش قادر يكمل، الار او بي مات، اسمها بيت ضل، يعني خلاص احنا طالعين عشان نغير البيت الدقاق بتاعنا. والله ما مثلا السنان بتاعته اتكسرت كراش دي توس، او حصل له الكونز حصل مثلا حاجه في الشانك بتاعته، حصل حاجه في السلوت اريا بتاعته، يعني باظ، يعني اي ايا كان. طبعا هنتكلم بالتفصيل عن الدقات، فيقول لك مثلا اطلع لما البيت ضل، يعني خلاص مش هتقدر تكمل تاني، او الار او بي خلاص مات، مستحفر 9 ولا 8 في الساعه ار او بي، فطبعا 8 قدم في الساعه
صعب قوي ان يبقى يكمل. طبعا هو متوسط بيبقى 50 60 70 على حسب السكشن بتاعك. فخلاص، فاحنا مثلا بنقول لك انزل لحد دبس معين واطلع، اطلع اعمل وايبر تريب، بتاكد ان الهول سليمه، ما فيش اي نقط بتشد معاك، لو في اي نقطه في الاول حصل معاك شد فيها فبتشد لحد مثلا 30 كي او لحد وزن ما اقل من الوزن اللي موجود تحت الجار عشان تشد بيه. المفروض ان هو از اير از دير اي بي اي، المفروض نص الوزن اللي تحت الجار، لكن ممكن في بعض الناس بتزود شويه، مش بيج ديل يعني. تطلع عادي خلاص، طلعت من النقط. طب لو شدت معاك خلاص خد البامب اوت، يعني شغل البامب وانت طالع. وهنا بقى في نقطه، وانت طالع اصلا بالبامب انت اوريدي بتعمل باك ريم، يعني انت اصلا اوريدي معاك موتور، الموتور ده بيشتغل بار بي جي، فوانس ان انت بتشغل البامب انت اوريدي طالع باك ريم. فتاخد بالك بقى ان انت ما تزودش في سرعه البامبنج قوي، لان انت معاك موتور فممكن يعمل لك باك ريم، عشان بس ايه السرعه بتاعت الباك ريم المتوسطه بتاعت الباك ريم من 80 ار بي ام، من 70 ل 80 ار بي ام، ما بتزودش احنا عن كده عشان ما تعملكش، الا لو قدر الله في هارد باك ريم ممكن تزود عن كده شويه، بس يعني بتبقى حاجه حالات صعبه قوي. وطبعا الجي بي ام بتاعتك المفروض لو الامور استدي، من غير لو انت معكش موتور، بتستخدم نفس الجي بي ام اللي انت بتستخدمها في الحفر. انما لو معاك موتور يعني في الحاله ديت هتستخدم اقل شويه علشان ما تزودش عن الار بي ام المطلوب. طبعا دي كونسيدريشنز كلها بتاخدها في اعتباراتك وانت طالع تريب من الهول. وهناخد برضه هنتكلم ان شاء الله في الدريننج بروبلمز عن التريمنج اناليسيز والحاجات دي كلها ان شاء الله. يعني في مواضيع شيقه كتير بقى جايه في الحفر، يعني انت هنا من الفوتبول انجينيرنج، فمواضيع الحفر ان شاء الله تلاقيها مسليه، وكمان هتبقى باللغه العربيه، فهيبقى في مجال اوسع ان احنا نتكلم مع بعض بشكل اكبر يعني ان شاء الله. طلعنا بقى بها لحد دبس معين، الدنيا تمام، وايبر تريب. بعد كده كملنا حفر لحد دبس معين تاني، برضه هو بيكتب لك كل ده في البرنامج بتاعك. حصل بعد كده معانا لوسز، فبناخد سويبه بال سي ام، وبنبقى متفقين زي ما اتفقنا اي سويبه لل سي ام لازم تكون متفق مع الراجل بتاع الام دبليو دي، بتساله بتقول له والله انا هحط 1 2 3 او الكوماند انجينير، بيقول له هحط من كذا ومن كذا ومن كذا، ده يتناسب مع التول بتاعتك ولا هتفاير؟ يقول لك والله لا دي ما تتناسبش، خلاص بنستبعدها، دي تتناسب. طب الباوند كام باوند يتناسب مثلا معاك؟ ماكسيموم 40 باوند بير باريك، ماكسيموم 40 باوند بير باريك. طالما ان انت من الاول ان انت نازل بالدريل سترينج بتاعك ما خدتش معاك بي بي ال صب، فانت متوقع انت مش هتاخد لوسز، لان انت لو متوقع لوسز لازم تحط بي بي ال صب، لان البي بي ال صب دي بتفيدك في ايه؟ في ان انت لا قدر الله لو خدت لوسز او خدت هاي كميه كبيره من اللوسز، يعني اذا كان سيفير لوسز او توتال لوسز، بتيجي انت عامل لها اكتيفيشن بان انت بترمي بولي فاينايل، بول كده كوره 2 انش من البولي فاينايل ترميها جواها، ترفع 100 بي اس اي بريشر، فبيفتح اثنين بورتس، تو بورتس على الجنب، وتضخ انت من خلالهم ال سي ام بالماكسيمم كونسنتريشن بتاعك 160 120 130 140 ايا يكن باوند بير بارن. وبعد كده بترجع تعملها دي اكتيفيشن بان انت ترمي اثنين ستيل بولز، واحد وثلاث اثنين بيترموا جواها، فبيسببوا ان هم يقفلوا البورتس دي ثاني وترجع تسيركل من خلال السترنج بتاعك. فدي في غايه الاهميه. ليه؟ لان طبعا دي حاجه في غايه الاهميه، لان انت ممكن تحتاجها بعد كده. طيب بعد كده طلعنا بول اوت اوف بول بقى بالستيرابل اسمبلي بتاعتك لحد درس معين، وبعد كده سبوت لهاي في ل 80 برميل ال سي ام مع هاي فيست بيل عند دبس معين برضو، وبعد كده كملنا التربه بتاعتنا. طيب طلعنا بعد كده بالتربه بتاعتنا للاخر، طلعنا بعد كده بالتربه بتاعتنا لل طلعنا بعد كده بالتربه بتاعتنا للاخر بالبي اتش اي بتاعت 8 ونص، وبعد كده عملنا ستاند باك على الدريك لي الهيفي ويت دريل بايب والجار و دور الكولرز وخلافه. طبعا انت متفق مع التول بوشر على حسب عندك حاجه اسمها السيت باك اريا، او المنطقه اللي هي تحت المونكي بورد اسمها السيت باك اريا، فانت بتشوف انت بتركن ايه وتعمل ايه. وعملنا لي داون للبكر ام دبليو دي والموتور والسترنج ستابلايزر وكل الكلام ده. وبعد كده رجعنا عملنا ران، طبعا كان حصل ان البيت ضل، يعني البيت دقق التاكل خلاص ما عادش ينفع يكمل، فبنطلع نركن السترنج اللي موجود وممكن ننزل بسترنج تاني. لما جينا قررنا الناحيه دي هم نازلين قرروا ينزلوا بسليك اسمبلي، يعني ايه؟ مفيش خالص معاك بقى لا موتور ولا الكلام ده كله، هو بس دقاق شويه دريل كولرات شويه هيفي ويل دريل بايب وكملنا. طيب ليه الكلام ده؟ احنا لجأنا للموضوع ده لان احنا كنا قريبين من التارجت بتاعنا، يعني قريبين كلها 1000 قدم،
فألف قدم لو انت حتى حفرت وحصل دروب في الزاوية فكان التارجت معانا واسع قوي، فقلنا مفيش مشكلة نعمل نكمل عادي خالص ايه ونصطاد، ما عندناش مشكلة يعني، ونصطاد في التارجت بتاعنا في الآخر وخلاص ماشي خلاص نعمل يعني كده يا جماعة. فاحنا ايه عملنا ده النيو بي اتش ايه بتاعنا. طيب نزلنا اهو زي ما قلت لك اهو، نزلنا بالدقاق والبيت صب، وبعد كده التتكو رينج وجوينت ودريل كولر ستابلايزر، برضه ستابلايزر تاني، وبعدين دريل كولر جار، دريل كولر تاني، وبعد كده هيفي ويت دريل بايب لحد دبس معين. وبعد كده بعد ما كده كملنا حفر عادي خالص بالاستمبلي بتاعنا لحد ما نزلنا لحد تحت. طبعا كان في ميزه هنا بقى في السترنج اللي احنا نازلين بيه، وهو ان الام دبليو دي مش معاك، ام دبليو دي مش معاك يعني انت معاك حريه ان انت تضخ بهاي كونسنتريشن من ال سي ام لو انت خدت لوسز عاليه ولا اي حاجه خلاص. طبعا ده كان زي ما قلت لك ده كيس ستادي احنا حصلت في بير حقيقي. بعد كده كملنا حفر عادي خالص لحد دبس معين اللي هو 9385، وبعد كده عملنا وايبر تريب زي ما قلت لك شورت وايبر تريب لحد الدبس 7930، ثم كملنا لحد التي دي بتاعنا خلاص. واحنا عند التي دي حطينا سبوت 100 برميل هاي فيس بيل على البوتوم. طيب هتقول لي ايه فايده انك بتسبوت هاي فيس بيل، واحيانا بيسموها كيسنج جو بيل، احيانا بتسمى كده كيسنج جو بيل، واحيانا مثلا في حاجه اسمها لوجان جي بيل، يعني ليه؟ الفكره كلها دي بتبقى وزنها اكبر شويه، وبيبقى يا رب الفيسكوستي بتاعتها اعلى شويه، فبتمنع الهول فيل، يعني لو في شويه كاتنج ما طلعوش ممكن يترسبوا ويقعوا تحت ويعمل لك هول فيل، تلاقي نفسك تنزل بالكيسنج ما تنزلش التاج على البوتوم اللي انت فيه. فدي فكرتها ان هي بتمنع الكاتنج دي ان هي تترسب لما تبقى موجوده تحت، وبالتالي بيبقى حاجه كويسه ما بتسببلكش مشاكل في منطقه الكيسنج خلاص. طلعنا للسيرفس عملنا لي داون للدقاق وريتريف التوتكو بقى بتاعتك طلعت 3.8، الانجل بتاعتك اللي هو اختلفت عن اخر مره. احنا قلنا ان احنا كده كده كنا بنحفر واحنا التارجت بتاعنا كان كبير فما كانش فارق معانا في حاجه. طيب بعد كده يا جماعه قلنا هننزل بقى نعمل لوجينج، لوجينج بتاعنا قلنا هنا ايه هنلوجينج، هنعمل اوبن هول لوج، هنقيس حاجه اسمها بنعملها اسمها تريبل كومبو. تريبل كومبو ده باختصار شديد ان هو انت في حاجه اسمها ار دي تي، واخد بالك؟ التريبل كومبو ده بتقيس بثلاث حاجات، بتقيس كذا حاجه، الجاما راي والريزستيفيتي والبروزيتي، دول الثلاث حاجات اللي هم التريبل، يعني ثلاث، بتقيس الجاما راي وبتقيس الريزستيفيتي وبتقيس البروزيتي بتاعتك عن طريق حاجتين اتنين في البروزيتي اللي هي النيوترون والدينستي لوك خلاص. بنعمل المفروض ان احنا عملنا التريبل كومبو ده، باخد في اعتباري بقى ان التول بتاعت الراجل بتاع اللوجنج ده لازم يعمل لها كاليبريشن عن طريق المد بتاعتك، باخد عينه من المد عشان يشوف الكلورايد فيها قد ايه عشان يعرف الريزستيفيتي كام، وبالتالي يطرحها من التوتال ريزستيفيتي اللي بتقابله في الفورميشن، فبالتالي يقدر يعمل لك اللوج الصحيح ليها. هو بيجيب هنا وبيجيب طبعا البروستي عن طريق النيوترون والدينستي، وطبعا دي بتبقى حاجه نوويه، يعني نوويه بيبقى شعاع واشعاع وبتاع، فبيبقى لها حد متخصص ليها، وكذلك الجاما راي بتاعتك تمام. حاولنا ننزل كتير جدا بالطول بس للاسف الشديد ما عرفناش نعدي عند نقط معينه، فكان النتيجه ان احنا طلعنا لحد فوق. وبعد ما طلعنا عملنا حاجه اسمها كونديشن تريب. ايه هي كلمه كونديشن تريب؟ عشان لما تسمعها كونديشن تريب ده يا جماعه حضرتك دلوقتي قبل ما ترن كيسنج او قبل ما تعمل اي حاجه، انت دلوقتي البير قفل عليك او لا قدر الله ممكن تستك فيه باللوج او اي حاجه، فحضرتك قبل ما تعمل اي خطوه او قبل ما تنزل بالكيسنج لازم بتعمل حاجه اسمها كونديشن تريب، يعني تاكد ان الهول بتاعك سليم 100%. كونديشن تريب دي بتعملها ازاي؟ عن طريق ان بتجمع ايه؟ بتجمع دقاق مع شويه درول كولارات مع هيفي ويل دريل بايب ودريل بايب لحد السيرفيس وبس، او بس، وتنزل عادي خالص وتعمل بوتوم اب من تحت، تاكد ان السكه سالكه خالص وانت طالع برده مفيش معاك اي نقط بتهد معاك ولا اي حاجه، عشان بعد كده تبدا تنزل بالسترنج بتاعك تماما ويبقى مفيش اي مشكله. عملنا كونديشن تريب والدنيا تمام، ونزلنا بعد كده طبعا بختصر لكم في الاوبريشن، وبعد كده جو اهيد على طول عملنا اللوجنج بتاعنا. طيب كان ايه المشكله اللي معانا؟ كان معانا حاجه اسمها كيف دي شيل، زي ما انت شايف الشيل اهو، كيف دي شيل طالع معانا اهو على الشيل شيكر اهو، كان كتير قوي واخد بالك، وبالظبط واحنا بنحفر يعني، فده اللي عامل لنا مشاكل كبيره قوي ما خلناش نعرف نكمل اللوجنج بتاعنا، واضطرينا ننزل كونديشن تريب قبل جوب الكيس خلاص. كان نتيجه ايه؟ وجود كيف دي شيل ماشي.
والحقيقه الديكلت شيل ده بتحتاج ترفع له الوزن، فبتلاقي هو كاتب لك كده في البرنامج بتاع الدريلنج انجينير. كان المود ويت اهو بتاعنا كان من 9 لحد 10 بوينت 1. كان في الفيسكوستي بتاعتك من 55 ل 65، البي في بتاعتك كانت من 18 ل 20، اليلد بوينت كانت 22 26، البي اتش بتاعتك من 9.5، والفلويد لوس ريديوسر من 3، الفلويد لوس من 3.6 لحد 5.4. الويتوم بيت اللي كنا شغالين بيه كان من 10 ل 20، الار بي ام بتاعتنا كان كنا شغالين من 80 ل 120، التورك كان كذا، الافريج ار او بي كان كذا، المات فلو ريت كان من 400 ل 470. السكشن ده قابلنا فيه شويه مشاكل، ان انت كان معاك شويه مشاكل يعني في ال خدنا بعض السيفير لوسز والكلام ده كله، كان نتيجه ان في فولت في منطقه اسمها ابو رواش بي. الهول بتاعتك كان فيها ان ستابيليتي كتير جدا، وكان فيها ميني ووش اوت وتايت سبوتس. اللاينر سيتنا للاسف 300 قدم او 325 قدم اوف بوتوم، فاضطرينا ننزل بعد كده عشان نعمل له اسمنت وهكذا. باد سيمنت يوب ما كانش ممتاز زي ما انت متخيل. بروبلمز واير راننج لوجينج كونسيومينج لونج تايم في اديشنال كوست. طيب اما جينا بقى نرن الايه اللاينر، اللاينر بتاعنا يا جماعه ايه فكره اللاينر؟ اللاينر باختصار شديد هو عندك شويه مواسير بتنزلهم على دريل بايب، وبيبقى فيه في النص حاجه اسمها لاينر هانجر بيعلقوا في الكيسنج اللي قبلها. خلاص طيب، هل ده ليه تكنيك؟ ليه تكنيك معين في الاسمنت يعني غير الاسمنت العادي خالص. طيب حضرنا الحاجات اللي هي الميك اب بتاعت شركه بيكر برضو اللي كانت واخداها، حاجه اسمها بيكر روتيتنج سيمنت هيد، كان في حاجه اسمها باب جوينت، تي اي دبليو فالف او لو تورك فالف، سويفل، دروبنج هيد، فلاج، سنجل جوينت، وتي اي دبليو. عملنا التيست بتاعتنا عليها على السيمنت هيد بتاعهم لحد 3000 اجينست اللو تورك فالف، الدنيا تمام. بعد كده حطينا حاجه اسمها بافل بليت، البافل بليت ده حطيناه في حاجه اسمها لاندنج كولر اهو، شكله اهو بالمنظر ده، وفي صوره طبعا اكثر وضوحا. وحطينا حاجه اسمها تيوب لوك او بيسميه باكر لوك، بيعمل زي معجون الحديد كده بيلزق الاثنين في بعض عشان ما يهربش. طيب ايه الفكره ان انا عندي بافل بليت بحطه في اللاندنج كولر هنا؟ حضرتك ان انا دلوقتي لما باجي ارمي كوره، الكوره دي بيبقى في بول كده برميها، لما اجي سايت الايه الهانجر بتاعي، لما اجي سايت اللاينر هانجر خلاص، بعد كده لما اجي اشير الكوره ديت هتقع، هتروح فين؟ هتبوظ لي الفلوت شو اللي موجود تحت؟ لا، فبتقع لازم تقع على البافل بليت اللي موجود عندي ده، بحيث ان هو بيمنعها ان هي تعدي، وفي نفس الوقت هو بيبقى فيه كذا فتحه بحيث ان هي تسمح ان الاسمنت يتضخ من خلالها. ماشي؟ في صوره موضحه ان شاء الله موجوده في السلايد الجاي. وبعدين عملنا ريج اب ايه وميك اب للبريمير 7 انش كيسنج هاندلنج ايكوبمنت، وبعد كده كونتينيو راننج بي 7 انش كيسنج بتاعتك على دريل بايب. بننزل بقى على دريل بايب وبنخليها طبعا بتاع جريد بتاعتك جي واس، وبنخلي الاس هي اللي فوق والجي هي اللي موجوده تحت، عشان لا قدر الله تحسبا لو في اي حاجه ولا استاك ولا بتاع تقدر تشد للماكسيمم بتاعك وتبقى الدنيا تمام. بعد كده بعد ما تخلص نسبه كميه الكيسنج بتاعتك بتجمع حاجه اسمها 7 انش هيدروليك روتيتنج لاينر هانجر، بتجمع اللاينر هانجر بتاعك طبعا with زد اكس بي لاينر توب باكر. طبعا دي كلها بتبقى معده اللاينر اللي بيجي يهندلها اللاينر انجينير تبع شركه مثلا بيكر او تبع اي شركه اللي هو جاي لك يعني ايه يعمله لك. تمام، ونزلنا بال 7 انش لاينر وعملنا ووش داون اند روتيت كيسنج ايه في اخر اثنين ستاند، اخر اثنين ستاند خدناهم ووش. طيب ادي صوره اهي بتوضح لك ده البافل بليت اهو، شايف شكله عامل ازاي؟ خد بالك انت اهو، هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ، وده لما بنلزقه في ده البافل بليت اهو، وبنلزقه في اللاندنج بتاعتنا اللاندنج كولر او ده برضه ده المعجون الحديد اللي بقول لك عليه او اللي بيسموه البكر لوك. اوكي طيب ايه فايدته؟ زي ما قلت لك بريفنت البول الكوره فروم بلاجنج ذا فلوت شو. طيب نرجع لمرجوعنا تاني اهو من الاوبريشن بتاعنا اهو، هتكمل طبعا ده اللاينر هانجر بتاعك اهو زي ما انت شايف اهو. طبعا ده اللاينر هانجر اهو، طبعا ده صوره ليه وده صوره تانيه، دي هنا زي ما انت شايف فيها دايز اهي او عضادات اسمها الدوجز، الدوجز اسمها تابنج دوجز. اوكي اللاينر ده اوكي عشان لما تيجي دي اسمها كلها لاينر راننج تول. طيب بنعمل احنا ايه؟ بنرمي الكره دروب بول وست ان سيتنج بوزيشن. سيتنج بوزيشن بتاعها فين يا جماعه؟ بيبقى موجود في قلب هوريها لكم ان شاء الله في السلايد الجايه، في السلايد الجايه اهو. بص لحظه كده
هيبقى موجود في قلب اللاندنج كولر اهو، لها مكان اهو اسمها بول سيت، ترمي الكره اهي من فوق تنزل هنا خلاص. فاحنا دروب البول الكره بتاعتنا تو سيت ان ذا سيتنج بوزيشن ان ذا رانينج تول، ذن ابلاي بريشر حوالي 2200 بي اس اي. فاللي بيحصل لما تعمل بريشر تلاقي البريشر رفع وبعدين وقع مره واحده، فرفع او ما البريشر يرفع بتلاقي فيه هزه في السترنج حصلت، معناها ايه؟ ان اللاينر هانجر بتاعك سيد سيد في مكان خلاص. طيب هو سيد ماشي كده، انا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز اطلع بالايه، بالتول بتاعتي. فباجي طالع 3 قدم لفوق اهو، ريليز الرننج تول اند بيك اب كام؟ 3 قدم لفوق. يبقى اصبحت كده حضرتك عملت ايه؟ نزلت سيدت الهانجر ها وطلعت فوقيه ب3 قدم عشان اتاكد ان انا فري. طبعا في النقطه دي بقى في غايه الاهميه من جوب اللاينر، ايه بقى هي؟ بحسب، بكون حاسب في حساباتي كويس قوي، اخد البيك اب ويت والسلاك اوف ويت لما يبقى معايا كيسنج بس، وبيك اب ويت وسلاك اوف ويت لما يبقى معايا كيسنج ودريل سترينج ودريل بايب، يعني لازم الاثنين. ليه؟ عشان ابقى عارف بعد كده مثلا لما خلاص انا لما دلوقتي عملت اللاينر هانجر سيدته هيبقى الوزن ايه اللي معايا؟ خلاص هيبقى وزن المواسير بس، خلاص المواسير اللي هي قصدي بيها الدريل بايب ماشي. انما بتاعت الكيسنج خلاص راحت مني بقى، اتلزقت فين؟ لزقت في اللي قبلها. فانت كده اصبحت مفيش معاك كذا. فانت تاخد بالك قوي من النقط دي، ان هي النقط دي اللي بتعرفك ان الجوب صح او غلط ماشي. وان الجوب مش معضله، بس الفكره كلها ان انت بتاخد شويه كونسيدريشنز معاك من الاول وبتتابعها خطوه، مشيت خطوه بخطوه هتلاقي الجوب ماشي معاك زي الفل تمام. طيب عملنا ريليز للرننج تول وبيك اب 3 قدم لفوق، وبعد كده عملت ريجب للاسيمنت لاين بقى، وعملت بريشر عليها ل 4000، عملت بريشر ل 4000. وبعد كده ابدا امكس الاسمنت بتاعك في باتش ميكسر خلاص. بيبقى السيمنت فوليوم قد ايه؟ السيمنت بتاعتك اللي هو ورا الكيسنج ورا اللاينر يعني، بلس اور ماينس اللي هو ال 300 قدم الاوفرلاب اللي موجودين عندك فوق خلاص. ده ليه؟ علشان حضرتك تبقى الدنيا تمام معاك. طبعا ما فيهوش ليدو تيل، ده بيبقى فيه ايه؟ وزنه واحده، يعني هو اسمنت وزنه واحده ما فيهوش ليد وتيل، هو بيبقى اسمنت وزنه واحده خلاص. بيتعمل في باتش ايه؟ ميكسر. ممكن بعض الشركات تعمله في ليد، وبعض الشركات تعمله في تيل، وبعض الشركات تعمله كله على بعضه وزن واحد خلاص. فيعني ده متاح وده متاح يعني، بس عشان بقول لك انا الجوب اللي اشتغلته كان هو وزن واحد يعني ماشي. طيب رجع بالسيمنت لاينز بتاعتك وعملت تيست ل 4000 الدنيا تمام، هبدا امكس في الباتش ميكسر بتاعي اهو. قبل ما ابدا امكس في الباتش ميكسر ابلاي بريشر 3350 بي اس اي عشان اشير الكوره. الكره دلوقتي متعلقه فين اهو؟ زي ما انت شايف هنا متعلقه في اللاندنج كولر. اول ما برفع بريشر فبتبقى البنوز دي كده، واخد بالك انت هنا، بتشير وتقع تحت، بتشير وتقع تحت خلاص. فالكره بتاعتك بتقع على الباف البليت اللي هو موجود اهو، بتقع هي بتقع الكره بتاعتك على الباف البليت هنا، وبالتالي بقدر بعد كده اكمل جوب الاسمنت ايه عادي خلاص. ستارت ميكسنج الاسمنت ان بيش الباتش ميكسر بتاعك، وادي هنا ايه سيميوليشن شويه، ادي الكوره اهي، بادي اللاندنج كولر بتاعتك بتنزل هي في السيتنج هنا، وبعد كده برفع عليها بريشر بروفايند السيتنج سيت فور ذا بول، وتاني حاجه بتمنع بتستخدم از سيت فور ذا وايبر بلاك ديورنج ذا جوب. طيب في نقطتين بقى بغايه الاهميه، انا وانا بجمع في الدريل بايب بتاعتي ببقى واخد في اعتباري حاجه، ان في اخر الدليل بايبس بتاعتك او بتبع اللاينر هانجر والحاجه بتاعتك بيبقى موجود عندك حاجه اسمها البوتوم بلاج او بيسموها الوايبر بلاج. ده شكلها من فوق اهو، يعني لو الحته دي كده بص عليها من هنا كده، بيبقى رابطها بايه؟ بشير بينز. شير بينز خلاص، وبتبقى مربوطه موجوده معايا فوق، يعني نازله معايا ايه؟ مع الحاجه اللي انا بنزلها في الدريل بايب وتبع شغل اللاينر هانجر، يعني هي موجوده معاك خلاص. طيب ناخد في اعتبارنا ان لها اسنان او لها مجموعه من السنان بالمنظر ده او حلقه كده، بيبقى حضرتك اتجاهها لتحت او اتجاهها ربي لتحت او اتجاهها لفوق لفوق، بحيث يمنع ارتدادها مره تانية لفوق. فهي لما تنزل تحت ان شاء الله نشير التو بينز دول، لما تشير الاثنين بينز دول وتنزل مع زميلتها التانية دولت عشان يعملوا جوب الاسمنت، عشان يعني ينزلوا وهما بيعملوا ديسبليس الاسمنت، اول ما بتنزل ترشق تحت في اللاندنج كولر بتاعتك ما بتتحركش تاني، لان السنان بتاعتها دي اتجاهها لفوق، فبتنزل ترشق مكانها واتجاه العكس مش موجود، فما بتقدرش تتحرك تاني، وبالتالي بضمن ان انا عملت ايه؟ بمبيت البلاج بتاعتي. طيب تمام، نفس الشيء بالنسبه للدارت صب او الدارت بلاج.
دارت بلج اهي نفس الشيء، فيها برضو نفس القطع المعدنيه اللي بتبقى موجوده هنا اهي، اتجاهها اتجاه السنان بتاعها ايه اب لفوق، بحيث ان هي اول ما بتنزل بتيجي داخله جوه الوايبر ده اهي، رمز الربع جنيه كده، ربع جنيه بقى مخروم من النص، دي بتخش جوه دي يعني ده اهي بتبات جوه ده اهي خلاص، وفي نفس الوقت برضو بيبقى في جواها تجويف او يعني شكل ما بيمنع ان الدارت بلاج دي ترجع تاني لفوق، فبتيجي تلزق تخش جواها ما بتطلعش مره تانيه خلاص. تاخد بالك ان السنان بتاعها اتجاهها اب، ودي برضو السنون بتاعتها اتجاهها اب خلاص، دي بيسميها الوايبر بلاج زي ما انت شايف اهي شكلها اهو، وده اسمها الدارت بلاج او بامب داون بلاج، ده نفس المعنى خلاص. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ زي ما اتفقنا بتضخ بقى كمية. خلاص انت دلوقتي جهزت حاجه، رميت الكوره بتاعتك، الدنيا تمام، امورك طيبه، خلاص هتيجي تعمل ايه؟ هتضخ بقى بعد كده اول حاجه الفلات جيل، وبعد كده البري فلاش، وبعد كده تضخ حاجه اسمها سبيسر، ضخ 60 برميل سبيسر، وراها الليد، وراها التيل. هنقول هنا الليد في نوع هنا من الاسمنت اسمه لايت سيمنت. ايه فكره اللايت سيمنت؟ لما نيجي نتكلم على السيمنتنج ان شاء الله هنتكلم عليه. اللايت سيمنت ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اسمنت بيبقى وزنه على السيرفيس وليكن مثلا 11، تلاقي وزنه تحت في الهول 12. فكرته ايه؟ ان هو ليه ييلد معين فوق وييلد تاني تحت. ايه الفكره فيه بالظبط؟ ان انا باخد نسبه شكاير معينه من فوق، وبيحصل له بتلاقي النسبه دي موجوده تحت اكتر، واخد بالك؟ طيب ليه فكرتي بستخدمه؟ عشان ان انا دلوقتي بيبقى عندي بي زون تحت، ما بقاش محتاج ان انا اكسر الفورميشن ولا اي حاجه، فبستخدم التكنيك بتاع اللايت ويت سيمنت خلاص. فده فكره اللايت ويت سيمنت، فانا بضخ لايت ويت سيمنت ده الليد بتاعي، وراها التيل بتاعتي حوالي 80 برميل، ديت 10 4 ديت 15 8، وبعمل ديسبليس بتاعي ب 227 ونص برميل. طبعا هاخد في اعتباري حاجه في غايه الاهميه جدا، وهي ايه؟ ان انا هسجل عندي النمبر اوف ستروكس. طبعا برضو قبل اي جوب اسمنت يا جماعه لازم نعمل افشنسي للبامب، وتاكد ان الستروكات تمام والكلام ده كله. لازم اعمل في حسابي ان الدارت بلج اول ما ارميها، يعني اول ما افتح السيمنت هيد بتاعتي وارمي الدارت بلج بتاعتي، لازم هتلاقي الدارت بلج بتاعتك نازله لحد ما تعمل انجيج، يعني تعمل لاتش في الوايبر بلج. دارت بلج تعمل لاتش فين؟ في الوايبر بلج، الاثنين يعملوا لاتش في بعض. هتلاقي اول ما تعمل كده تلاقي البريشر بتاعك ارتفع، ارتفع شويه تزود البريشر هتلاقي ارتفع، وبعدين وقع مره واحده. وقع مره واحده معناها ان انت شيرت البنز اهو، يعني تاني كده نرجع للصوره دي اهي. اول ما تلاقي دي سقطت من فوق ونزلت هنا، هتلاقي الشير بنز دوت، هتلاقي البريشر بدا يرتفع، ارتفع وبعدين مره واحده يقع. يقع ليه؟ لان انت عمال تشير للبنز اللي موجوده هنا، فطالما انت شيرت البنز اللي هنا هتلاقي البريشر بتاعك بدا يقع، وبالتالي الاثنين معناها هم الاثنين لطشوا في بعض وعملوا لاتش، ونازلين بيعملوا بقى وايبنج لكل الاسمنت اللي موجود. فانت حضرتك بتعمل ايه؟ بتضخ الاسمنت بتاعك ثم ترمي الدارت بلاج. بعد كده الديسبلاي، يبقى ترمي الدارت بلاج بتاعتك خلاص، رميت الدارت بتاع البلاج بتاعتك من فوق، بعدين تبدا تعمل ديسبليس ليها بالاسمنت بتاعتك دي تمام. طيب بعد ما حضرتك ما عملت بقى الاسمنت، يعني خلاص عملت الاسمنت وعملت ديسبليس والدنيا تمام، وبمبنا مثلا وليكن بمب البلاج مثلا وزودت عليها 1500 بي اس اي ولا حاجه، هتحتاج تعمل ايه؟ هتحتاج تسيت اللاينر باكر. هتسيت اللاينر باكر ازاي؟ في بقى هيدروليك بالبريشر، في ميكانيكال، في الكلام ده كله. فاحنا ايه؟ لو نفترض ان هو هتسيته خلاص، هتسيت الايه اللاينر باكر ازاي؟ سيته حضرتك هتيجي، او ما سيته هتيجي طالع 10 قدم لفوق، فبتلاقي التابنج دوجز، يعني انت بتطلع 10 قدم لفوق اهو، بتلاقي التابنج دوجز ده فتحت، هتطلع 10 قدم لفوق هتلاقي التابنج دوجز دي اتفتحت، وتيجي نازل حاطط سلاك بتاعك على حسب بقى هو 70 ولا 80 ولا ان يكن، حاطط سلاك اوف ويت على اللاينر بكر بتاعك، على اللاينر، على اللاينر بكر بتاعك، فبتحط السلاك اوف ويت بتاعك لحد ما خلاص تتاكد تماما 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 ان هو الدنيا تمام. بعد كده حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي طالع فوقيها كده بحوالي واحد ستاند ولا حاجه، وتبدا تعمل ريفرس اوت، تبدا تعمل ريفرس اوت عشان تنظف بقيه الاسمنت اللي كان موجود وطالع عندك كده، انك بتعمل تنظيف للهول بتاعتك تماما. وممكن كمان احيانا بتعمل بوزن اقل، يعني تعمل ريفرس اوت وتسيب الوزن بتاع الطفله اللي موجود فوقيها اقل منها، يعني مثلا بيبقى وزنها بلس اور ماينس اقل شويه في الوزن، يعني مثلا ده وليكن 10 5 ممكن تلاقي 9 ولا حاجه. ليه بقى؟ عشان بتعمل حاجه اسمها انفلو تيست.
انفلوتوست دي الطريقه الوحيده اللي بتستد بيها على اذا كان البكر بتاعك بتاع اللاينر عامل ايزوليشن ولا لا. لان الفورميشن لو مش كده هتعمل لك هتلاقي بترفع بريشر معاك، اسمها انفلو تيست. طيب الانفلو تيست ده حضرتك لو انت فاكر فيلم بتاع ماكوندو او البير بتاع ماكوندو، كان ده اللي حصل معاهم، ان هم في الانفلو تيست افتكروا ان والله لا ده البريشر بيرتفع، فافتكروا ان هو كان عيب في البريشرات او الجيجات او حاجه، انما هو فعلا كان حاجه حقيقيه حصلت. وبالتالي كان لما عملوا الانفلو تيست ده اللي ما خدوش بالنتائج كانت الكارثه الكبيره بتاعت بير ماكوندو. طبعا احنا غير معنيين بالكلام ده كلاته، احنا هنا عملنا الجوب بتاعنا بعد ما عملنا ان احنا بنقول اهو عملنا تيست لللاينر، قلنا ب 500 بي اس اي لمده 15 دقيقه اللي احنا بنقول عليها انفلو تيست، لو تيست عكس يعني او تمام. بعد كده اهو اللاينر شو بقى كان عند كذا الكلام ده كلاته، وبعد كده بولينج لللاينر راننج تول لحد السيرفيس ولاي داون الدريل بايبس بتاعتك. بعد كده هنعمل ايه؟ خلاص طلعنا بكل ده، هتنزل بقى تنظف اللاينر بتاعك، بتعمل حاجه اسمها سكرابر جوب. جوب عادي جدا، بتنزل بدقاق وبتركب عليه السكرابر، وبعدين بتحط دريل كولرات، تحط دريل بايبس بتاعتك، بتنزل لحد ما تتيك تحت خالص على اللاندنج كولر بتاعتك، على اللاندنج بتاعتك ايوه، وتبدا تعمل ريفرس اوت. ملحوظه، وانا بعمل جوب السكرابر ممنوع تاخد معاك الفلوت فالف في البيت صب، لان حضرتك هتعمل ريفرس اوت فلازم ما بتاخدش معاك الفلوت فالف خالص، انما اي جوب تاني اثناء الدريلنج بتاخد معاك الفلوت فالف في البيت صب. خلاص هنا ما بتاخدش معاك كده، بتنزل بالسكرابر بتاعتك، بتاكد تماما ان الدايس بتاعته ده اهي شغاله وبنفس القطر بتاع الكيسنج من جوه، فبتخش تعمل سكرابنج ليها من جوه، بتنضفها لو في اي ديبريز اي سكيلز اي حاجه، فبتبقى انت كده مهيئها تماما تماما. انت لو عايز ترن الهول بعد كده باي حاجه، انت عملت اهو نزلت تيكت على الفلوت كولر، سيركوليت الهول كلين، بول اوت فول للسيرفيس، نزلت انت عملت السكرابر جوب والدنيا تمام، خلاص امورك طيبه، عملت ديسبليس. بعد كده كمان بتعمل ديسبليس للطفله للطفله ببراين. في نقطه برضو مهمه، احيانا بعض الشركات بتعمل حاجه اسمها بولش اند ادريس، وهو ان هو بيجيب حاجه اسمها بولش اند ادريس سترينج او بي اتش اي، بينزل بيه بيعمل بولشنج اند دريسنج للتوب اوف لاينر عشان يبقى يشنفره كده ويخليه شكله حلو، وبتعملها بايه؟ ب 5 ل 10 كي، ما بتزودش عن كده خالص، بحيث ان انت بتطلعه بيلمع يعني بتطلعه نظيف لامع. طبعا ما تنساش ان انت لو هتنزل ببولش اند دريس بتجيب فرشه وعليها دهان كده وتعمل عليها الاول، وبعدين تنزل تعمل الجوب بتاعك، ولما تطلع فوق تتاكد ان الدهان ده اتاكل، ده معناه ان انت عملت تنظيف للتوب اوف لاينر بتاعك بشكل كويس بالبولش ميل اند دريس. اوكي بعد ما تعمل كده الكلام ده بقى، تعمل ديسبليس لكل البير بتاعك بطفله فلتر براين. فلتر براين بنعملها فلتريشن بالبراين بتاعك، ايا يكن بقى كان كي سي ال، ايا كان خريطه، ايا يكن براكش، ايا يكن نوع البراين اللي هتحطه. والبراين عباره عن ميه زائد ملح بنفس الوزن اللي احنا كنا عاملينه، علشان لما تيجي بعد كده تنزل بقى تعمل كومبليشن او تعمل اي ورك اوفر عشان تحط البير على الانتاج، طبعا مش معقول هيبقى موجود طفله، لازم يكون ميه بملح او براين. بتنزل حضرتك بتفجر بقى في الطبقه اللي انت عايزها، اذا كان كيسنج جان، اذا كان تي سي بي، اذا كان يعني ايا يكن، شوف انت عايز تفجر ايه نوع التفجير اللي هتعمله، اذا كان تي سي بي زي ما قلت لك، اذا كان كيسنج جان. وبعد كده تبدا طبعا هنبقى نشرح بالتفصيل الممل في جوبات الورك اوفر، يعني ايه تي سي بي، يعني ايه كيسنج جان، يعني ايه اسيدايزنج، يعني هيدروليك فراج، يعني ايا يكن، لحد ما نطلع نجيب البير بتاعنا نحطه على الانتاج، وننزل بعد كده نقتل البير طبعا، وبعد كده بننزل نحط الكومبريشن سترنج بتاعنا في البير، وبعد كده بنأمن البير بتاعنا عن طريق ان احنا بنحط الويل هيد بتاعنا اللي هي بتبقى عباره عن الالكتريك سب ادابتور، ثم اللي فوقيها على طول بيبقى الكريسماس تري. خلاص ده تقريبا كان كل حاجه اهو، ده التاندم سكرابر بتاعك 9 5 8 و7 انش يعني. ده كان كل حاجه تقريبا كنا عايزين نحكيها عن الاوبريشن. طبعا ان شاء الله هنتكلم بقى في الورك اوفر عن طبعا كل ده حاجات ورك اوفر، فباذن الرحمن هبقى اكلمكم عن كل حاجه في الورك اوفر باستفاضه شديده فيما بعد. بشكركم جدا يا جماعه على الفيديو ده، واتمنى من الله يكون قدرنا ان احنا نساعدكم اثناء فتره الحظر ان احنا نذاكر في حاجة مفيدة، واتمنى يا رب ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله مع الدريلنج اكوبمنت وبقية الدريلنج والورك اوفر. شكرا لكم،
وتحياتي ليكم. لو عجبك الفيديو شير لايك اند سبسكرايب. This is your channel not mine. ده قناتك انت مش قناة انا. وستي ات هوم اند ستي سيف. وربنا يحفظنا جميعا وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.